لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون، واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين. إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون. قال ابن جرير رحمه الله عن عمرو البكالي قال: إن الله جزع الملائكة والإنس والجن 10 أجزاء، فتسعة منهم الكروبيون. كرب بمعنى قرب، الكروبيون يعني القريبون أو المقربون، وهم الملائكة الذين يحملون العرش. ثم هم أيضا الذين يسبحون الليل والنهار لا يفترون. قال: ومن بقي من الملائكة لأمر الله ووحيه ورسالته. ثم جزى الإنس والجن 10 أجزاء، فتسعة منهم الجن. لا يولد من الإنس ولد إلا ولد من الجن 9. ثم جزى الإنس على 10 أجزاء، فتسعة منهم يأجوج ومأجوج وسائر الإنس جزء. هذا الكلام كلام بلا دليل ولا سند ولا حجة. وعمر البكالي يعني ليس بحجة وليس بثبت، وينقل عن أخبار أهل الكتاب بلا تمييز. عن ابن جريج قال: حتى في قوله حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج، قال: أمتان من وراء ردم ذي القرنين. هذا كلام ونص القرآن. أجعل بيننا فنجعلنا إخراجا على أن تجعل بيننا وبينهم ردما. قال: ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما. الآية أن أمتان يأجوج ومأجوج من وراء ردم ذي القرنين. عن كعب: إذا كان عند خروج يأجوج ومأجوج حفروا حتى يسمع الذين يلونهم قرع فؤوسهم، فإذا كان الليل قالوا نجيء غدا فنخرج، فيعيدها الله كما كانت، فيجيئون من الغد فيجدونه قد أعاده الله كما كان، فيحفرونه حتى يسمع الذين يلونهم قرع فؤوسهم، فإذا كان الليل ألقى الله على لسان رجل منهم يقول نجيء غدا فنخرج إن شاء الله، فيجيئون من الغد فيجدونه كما تركوه، فيحفرون ثم يخرجون، فتمر الزمرة الأولى بالبحيرة فيشربون ماءها، ثم تمر الزمرة الثانية فيلحسون طينها، ثم تمر الزمرة الثالثة فيقولون قد كان هاهنا مرة ماء، وتفر الناس منهم فلا يقوم لهم شيء، يرمون بسهامهم إلى السماء فترجع مخضبة بالدماء،
فيقولون غلبنا أهل الأرض وأهل السماء، فيدعو عليهم عيسى بن مريم فيقول اللهم لا طاقة ولا يدين لنا بهم فاكفناهم بما شئت، فيسلط الله عليهم دودا يقال له النغف فتفرس رقابهم، تتحلل يعني تموت رقابهم، تقتل رقابهم، تضرب رقابهم. قال ويبعث الله عليهم طيرا فتأخذهم بمناقرها فتلقيهم في البحر، ويبعث الله عينا يقال لها الحياة تطهر الأرض منهم وتنبتها، حتى إن الرمان لا يشبع منها السكن. قيل وما السكن يا كعب؟ قال أهل البيت. قال فبين الناس كذلك إذ أتاهم الصريخ أن ذو السويقتين يريده، فبين يعني بينما، فبين هي زي بينما بالضبط، أصلها بين وما بتاعت البين. فبين الناس كذلك إذ أتاهم الصريخ أن ذو السويقتين يريده، يريد الكعبة، فيبعث عيسى طليعة 700 أو بين 700 و800، حتى إذا كانوا ببعض الطريق بعث الله ريحا يمانية طيبة فيقبض الله فيها روح كل مؤمن، ثم يبقى عجاج من الناس يتسافدون كما تتسافد البهائم. فمثل الساعة كمثل رجل يطيف حول فرسه ينتظرها متى تضع، فمن تكلف بعد قوله هذا شيئا أو على هذا شيئا فهو المتكلف. وأثر إسرائيلي من كعب الأحبار، واستحسنه ابن كثير لأنه موافق لحديث نواس بن سمعان. نواس بن سمعان الكلابي يقول ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الدجال وذكر أمره وأن عيسى بن مريم يقتله، ثم قال فبينا هو كذلك أوحى الله إليه يا عيسى إني قد أخرجت عبادا لي لا يد لأحد بقتالهم فحرز عبادي إلى الطور، فيبعث الله يأجوج ومأجوج. هم من كل حدب ينسلون، فيمر أحدهم على بحيرة طبرية فيشربون ما فيها، ثم ينزل آخرهم ثم يقول لقد كان بهذه ماء مرة، فيحاصر نبي الله عيسى وأصحابه حتى يكون رأس الثور يومئذ خيرا لأحدهم من 100 دينار لأحدكم. رأس البقرة يعني ثمنها قليل لأنها تحتاج إلى مجهود ليس كاللحم المعتاد في بقية أجزاء الثورة والبقرة، يعني يقل الطعام حتى يصبح ثمنه 100 دينار من الذهب بل أكثر من ذلك. يقول فأرغب نبي الله عيسى وأصحابه إلى الله، فيرسل الله عليهم النغف في رقابهم ويصبحون فرسا أي موت نفس واحدة، يعني كموت نفس واحدة. فيهبط نبي الله عيسى وأصحابه فلا يجدون موضعا إلا قد ملأه زهمهم ونتنهم ودماؤهم، فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه إلى الله فيرسل عليهم طيرا كأعناق البخت فتحملهم فتطرحهم حيث شاء الله، ثم يرسل الله مطرا لا يكن منه بيت مدر ولا وبر فيغسل الأرض حتى يتركها كالزلقة، يعني المطر ده يخش جميع البيوت يغسل الأرض يتركها كالمرآة.
أما قوله وهم من كل حدب ينسلون، فإن أهل التأويل اختلفوا في المعني به، فقال بعضهم عني بذلك بنو آدم أنهم يخرجون من كل موضع كانوا دفنوا فيه من الأرض، وإنما عني بذلك الحشر إلى يوم إلى موقف الناس يوم القيامة. عن مجاهد من كل حدب ينسلون قال جمع الناس من كل مكان جاءوا منه يوم القيامة فهو حدب. عن ابن جريج قال مجاهد جمع الناس من كل حدب من مكان جاءوا منه يوم القيامة فهو حدب. وقال آخرون بل عنا بذلك يأجوج ومأجوج، وقوله وهم كناية أسمائهم ضمير، يعني وهم ضمير يعود على يأجوج ومأجوج، هذه معنى هم كناية أسمائهم. طبعا هذا نص الحديث في الحقيقة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال فيبعث الله يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون فيمر أحدهم. حديث النبي صلى الله عليه وسلم نص في أن المقصود بذلك يأجوج ومأجوج. عن عبد الله قال يخرج يأجوج ومأجوج فيمرحون في الأرض فيفسدون فيها، ثم قرأ عبد الله وهم من كل حدب ينسلون، قال ثم يبعث الله عليهم دابة مثل النغف الدود فتلج في أسماعهم ومناخرهم فيموتون منها فتنتن الأرض منهم، فيرسل الله عز وجل ماء فيطهر الأرض منهم. والصواب من القول في ذلك ما قاله الذين قالوا عنا بذلك يأجوج ومأجوج، وإن قوله وهم كناية عن أسمائهم للخبر الذي حدثنا به ابن حميد ساق السند عن أبي سعيد الخدري قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يفتح يأجوج ومأجوج يخرجون على الناس كما قال الله من كل حدب ينسلون فيغشون الأرض. عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يذكر عن عيسى بن مريم قال قال عيسى عهد إلي ربي أن الدجال خارج وأنه مهبطي إليه، وأنه عز وجل يهبط عيسى بن مريم إليه، فذكر أن معه قضيبين فإذا رآني أهلكه الله، قال فيذوب كما يذوب الرصاص حتى إن الشجر والحجر ليقول يا مسلم هذا كافر فاقتله فيهلكهم الله تبارك وتعالى. أعوان الدجال يعني وعامتهم من اليهود. قال ويرجع الناس إلى بلادهم وأوطانهم فيستقبلهم يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون لا يأتون على شيء إلا أهلكوه ولا يمرون على ماء إلا شربوه. قال وأما قولهم من كل حدب فإنه يعني من كل شرف ونشز وأكمة، الحدب المكان المرتفع، الأكمة والشرف، الشرف المكان المشرف المرتفع، الأكمة زي الجبل الصغير التل الصغير. ابن عباس من كل حدب ينسلون يقول من كل شرف يقبلون، عن قتادة من كل حدب ينسلون من كل أكمة. قال ابن زيد الحدب الشيء المشرف. قال ابن زيد حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون قال هذا مبتدأ يوم القيامة. أما قوله ينسلون فإنه يعني أنهم يخرجون
مشاة مسرعين في مشيهم كنسلان الذئب. النسلان اللي هو الإسراع أصله للذئب ثم استعمل في غيره. واقترب الوعد الحق، يقول تعالى ذكره، حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج اقترب الوعد الحق. وذلك وعد الله الذي وعد عباده أنه يبعثهم من قبورهم للجزاء والثواب والعقاب، وهو لا شك حق كما قال جل ثناؤه. عن حذيفة قال: لو أن رجلا افتلى فلوا بعد خروج يأجوج ومأجوج لم يركبه حتى تقوم القيامة. فلول هو الفرس الصغير، بيربيه، افتلى فلول يعني أخذه لينشئه ليعده على بان ما يكبر، يعني يقعد مثلا سنتين ثلاثة. والصحيح أنه الحديث الحسن أن الناس يمكثون بعد أهلك يأجوج ومأجوج في زمن عيسى 7 سنين، ليس بين اثنين عداوة، الله أعلم بعد ذلك. قال ابن زيد: واقترب الوعد الحق، اقترب يوم القيامة منهم. يقول: والواو في قوله واقترب الوعد الحق مقحمة، ومعنى الكلام حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج اقترب الوعد الحق. وذلك نظير قوله: فلما أسلم وتله للجبين. وناديناه معناه ناديناه، والصحيح أنه عطف جملة على جملة. فلما أسلم وتله للجبين، وعند ذلك قد ناداه الله، وعند خروج يأجوج ومأجوج قد اقترب الوعد الحق. فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا، ففي هي التي في قوله فإذا هي أحدهما أن تكون كناية عن الأبصار، وتكون الأبصار الظاهرة بيانا عنها، كما قال الشاعر: لعمر أبيها لا تقول ضعيني، ألا فر عني مالك بن أبي كعبي. يعني يجيبوا الضمير الأول وبعدين يجيبوا الاسم بعدها. فكنا عن ضعينتي، لعمر أبيها لا تقول ضعينتي، ألا فر عني مالك بن أبي كعبي. فكنا عن الضعينة في لعمر أبيها ثم أظهرها. يعني فإذا هي شاخصة، إيه هي اللي شاخصة؟ أبصار الذين كفروا. يقول: فإذا الأبصار شاخصة، أبصار الذين كفروا. والثاني أن تكون عمادا، وضمير الشأن، يقول: إنها لا تعمى الأبصار، إنه كان من شأننا كذا وكذا، سموه ضمير الشأن. يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا. يقول تعالى ذكره: فإذا أبصار الذين كفروا قد شخصت عند مجيء الوعد الحق بأحواله وقيام الساعة بحقائقها، هم يقولون: يا ويلنا قد كنا قبل هذا الوقت في الدنيا في غفلة من هذا الذي نرى ونعاين، ونزل بنا من عظيم البلاء. وفي الكلام متروك ترك ذكره استغناء بدلالة ما ذكر عليه عنه، وذلك يقولون، ذلك يقولون من قوله: فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا، يقولون: يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين. لأنه ما فيش كلمة يقولون، بس هي مفهوم من الكلام. فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا، يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا، هي يقول الذين كفروا يا ويلنا بل كنا ظالمين. يقول تعالى مخبرا عن قيل الذين كفروا بالله، عن قول الذين كفروا بالله يومئذ: ما كنا نعمل لهذا اليوم ما ينجينا من شدائده، بل كنا ظالمين بمعصيتنا ربنا وطاعتنا إبليس وجنده،
في عبادة غير الله عز وجل. إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. يقول تعالى ذكره: إنكم أيها المشركون بالله العابدون من دونه الأوثان والأصنام وما تعبدون من دون الله من الآلهة. قال الضحاك: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم، يعني الآلهة ومن يعبدها. أما حصب جهنم فقال بعضهم معناه وقود جهنم وشجرها، حطبها. عن ابن عباس: حصب جهنم قلوا شجر جهنم. عن ابن عباس: حصب جهنم يقول وقودها. وقال آخرون بل معناه حطب جهنم. عن مجاهد: حصب جهنم قال حطبها. أما الذين كفروا، وأما الذين قال عز وجل فكانوا لجهنم حطبا. وأن منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا. وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. عن مجاهد قال حصب جهنم حطبها، وزاد فيه في بعض القراءة حطب جهنم، يعني في قراءة عائشة. عن قتادة: حصب جهنم يقال حطب جهنم يغذفون فيها. هو نفس معنى كلام ابن عباس شجر جهنم. عن عكرمة: حصب جهنم قال حطب جهنم. وقال آخرون بل معنى ذلك أنهم يرمى بهم في جهنم، إن الحصباء معنى الحجارة التي يرمى بها، حصبه رماه. قال الضحاك في قوله حصب جهنم يقول إن جهنم إنما تحصب بهم، وهو الرمي يقول يرمى بهم فيها. اختلفت القراء في قراءة ذلك فقرأته قراء الأمصار حصب جهنم بالصاد، وكذلك القراءة عندنا لإجماع الحجة عليه. وروي عن علي وعائشة أنهما كانا يقرآن ذلك حطب جهنم، وروي عن ابن عباس أنه قرأ حضب جهنم. يقول: وكأن ابن عباس إن كان قرأ ذلك كذلك أراد أن الذين تسجر بهم جهنم ويوقد بهم فيها النار، ذلك أن كل ما هيجت به النار وأوقدت به فهو عند العرب حضب لها. فإذا كان الصواب من القراءة في ذلك ما ذكرنا حصب، وعند موافق لرسم المصحف خلافا لمن قرأ حطب، وحضب ليست ثابتة الإسناد بالضاء. يقول: وكان المعروف من معنى الحصب عند العرب الرمي، من قولهم حصبت الرجل إذا رميته، كما قال جل ثناؤه: إنا أرسلنا عليهم حاصبا. كان الأول بتأويل ذلك قول من قال معناه أنه تقذف جهنم بهم ويرمى بهم فيها. وقد ذكر أن الحصب في لغة أهل اليمن الحطب، فإن يكن ذلك كذلك فهو أيضا وجه صحيح. وأما ما قلنا من أن معناه الرمي فإنه في لغة أهل نجد، وفي الحقيقة لا تعرف أنهم إذا رمي بهم في جهنم فهم وقودها، تشتعل النار بهم، وهم حطب جهنم وشجرها. يبقى ذكر حال مفسر، يعني يرمون ثم يصيرون حطبا، حب وقت الرمي رمي ثم بعد ذلك يصيرون حطبا. أنتم لها واردون معناه أنتم عليها أيها الناس أو إليها واردون. الحطب في النار مش موجود ابتداء يعني. يقول واردون داخلون. وقد بينت معنى الورود فيما مضى قبل في بما أغنى عن إعادتي، لكن هنا طبعا وأنتم لها واردون لابد من الدخول، ذلك احتج ابن عباس قال أدخلوا أم لم يدخلوا، إن الورود هل هو المرور
ولا الورود الدخول. احتج ابن عباس بهذه الآية على أن الورود في الآية الأخرى وإن منكم إلا واردها، فكان يفسرها بالدخول. لو ابن عباس كان يفسرها بالمرور، يقول مروا عليها وهي باردة مؤمنين. واحتج بهذه الآية لأن الخوارج كانوا بيقولوا ينكروا دخول أحد النار ثم الخروج منها، فذكر هذه الآية أنتم لها واردون أدخلوها أم لم يدخلوها، فسكت. ما يقدرش يقول إن هنا إن الورود أنتم لها واردون، لو كان هؤلاء إلهة ما وردوها ما تنفعش إلا الدخول، ما يقدرش ينكر. يقول تعالى ذكره لهؤلاء المشركين الذين وصف صفتهم أنهم ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون، وهم مشركو قريش، أنتم أيها المشركون وما تعبدون من دون الله واردوا جهنم ولو كان ما تعبدون من دون الله آلهة ما وردوها بل كانت تمنع من أراد أن يوردكموها إذ كنتم لها في الدنيا عابدين ولكنها إذ كانت لا تنفع عندها لأنفسها ولا عندها دفع ضر عنها فهي من أن يكون ذلك عندها لغيرها أبعد، ومن كان كذلك كان بينا بعده من الألوهة، وإن الإله هو الذي يقدر على ما يشاء ولا يقدر عليه شيء، فأما من كان مقدورا عليه فغير جائز أن يكون إلها، وكل فيها خالدون يعني الآلهة ومن عبدها أنهم ماكثون في النار أبدا بغير نهاية. وإنما معنى الكلام كلكم فيها خالدون. قال ابن زيد وكل فيها خالدون، قال الآلهة التي عبد القوم العابد والمعبود. نعوذ بالله من النار. قل قولي هذا واستغفر الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.